أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. اليوم هو 27 من شهر رمضان لعام 1440 للهجرة، الموافق للأول من يونيو 2019 للميلاد. كالعادة اليوم سحاب كثيف، وهناك من يقول لماذا لا تحرك الكاميرا يمينا ويسارا حتى نتأكد من وجود السحاب، وها أنا أرفع الكاميرا الآن حتى تتأكدوا، خاصة للمشككين الذين يرغبون زعزعة الثقة فيما أنقل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ها هو السحاب الكثيف الموجود في جميع الاتجاهات تقريبا، وخاصة جهة المشرق التي أصور منها الآن. ها هي الصورة كما ترونها أمامكم، وفعلت هذه الفعلة لأنني قرأت من يقول اتق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول في فيديو الأمس اتق الله لماذا لا تنقل لنا الصورة الحقيقية عن السحاب المتواجد يوم الأمس، لأنني انتقلت من تصوير الشمس إلى السحاب، وهو بهذه الطريقة يريد أن يقول لي أنك تكذب ولكن بصورة غير مباشرة. وعليه أقول اتق الله أنت فيما تقوله فيما تطعن فيه في إخوانك المسلمين دون أن تتأكد. فأنا والله دائما أنقل لكم الحقيقة كما أراها بعيني وبكاميرتي، وأبذل جهدا أثناء الإنتاج والإخراج، فأقتطع ما يكون صالحا للنشر من عدمه، وهذا هو سبب الانتقال من صورة إلى أخرى بغير تحريك الكاميرا. أرجو أنني وضحت هذه النقطة، ولا أسمح لأي إنسان أن يشكك في مصداقية ما أنقل، ولذلك اتبعت طريقة الحظر لكثير من المعرفات التي تتكلم بهذه الطريقة أو تطعن بما لا فيما لا تعلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعيد مرة أخرى وأقول شاهد السحاب الكثيف الذي يحجب أشعة الشمس. كنت أرغب أن أنقل لكم صورة الشمس على حقيقتها وبأشعتها دون أن يكون هناك حائل، جعلت هذه المقدمة مع إطلالة الشروق الشمس لهذا اليوم. نصف ساعة لم تظهر الشمس حتى هذه اللحظة، وكما تشاهدون السحب أمامكم، وسبق أن قلت لكم أنني أعاني من بعض أصحاب بذاءة اللسان واتهام النيات، وكثيرا ما نحذف أقوالهم ومعرفاتهم بسبب تعديهم بالبذاءة وسوء الخلق، وهذا ليس من أخلاق المسلمين، ولكنني مضطر إلى هذا، سوف أفعل هذا الفعل تجاههم لأنهم يتعاملون معاملة سيئة في القناة بأقوالهم وأفعالهم، وسوف أتصدى لهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
أما اتهام النيات وأن النقل غير حقيقي ونقل كاذب فهذه تصدر من أصحاب النوايا الخبيثة، أعاذنا الله وإياكم منهم ومن شرهم ومن شر أقوالهم وأفعالهم. وبهذه المناسبة أقول تجدون هناك مقاطع غير متواصلة أو منفصلة عن بعضها البعض، لأنني أنشر ما هو صالح للنشر وأحذف ما كان غير صالح للنشر، فأعمل المونتاج والإخراج ويحتاج إلى وقت، ولذلك دائما أضطر إلى أن أترك العمل حتى المساء لأن النوم يغلبني صباحا، فلا أستطيع أن أكمل المونتاج والإخراج فأقوم بتأجيله إلى بعد صلاة الظهر أو العصر، ثم بعد ذلك أنشره. لذلك أقول من الأفضل للمتابعين أن يتابعوا القناة بعد صلاة العصر، فيجدوا إن شاء الله بإذن الله تعالى الفيديو وقد تم نشره، إلا أن يكون هناك طارئا يؤجله حتى المساء ليلا، فإن هذه الظروف تكون خارجة عن إرادتي، خاصة وأن والدي شفاه الله وعافاه مريض جدا هذه الأيام، وهو تحت رعايتنا بعد رعاية الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الصالحين منكم أن يدعوا له، عسى الله عز وجل أن يستجيب منكم في هذه الأيام الفضيلة وبقية العشر المباركات. سوف أنتظر حتى أرى قرص الشمس ثم نبدأ التصوير، وإن كنت أرى هذا الصباح أن الموضوع طويل والسحاب كثيف وربما لا نراها حتى بعد ساعة كاملة، والله أعلم وأحكم. الآن بعد مضي ساعة كاملة لم تظهر الشمس ولن تظهر هذا اليوم والله أعلم، وذلك بسبب الغيوم الكثيفة وكذلك الضباب والرطوبة الشديدة، فأنا في هذه اللحظات على ساحل البحر الأحمر، الساحل الجنوبي في المملكة، وكنت قد صورت لكم يوم 21 و22 و23 و23 من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسكن هناك في المدينة المنورة، بينما حينما انتقلت إلى المنطقة الجنوبية واجهت هذا الضباب الكثيف والسحاب، والأجواء هنا مهيئة لهطول الأمطار، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة. وأعتذر هذا اليوم وأرجو من الأخوة الذين شاهدوا شروق الشمس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبلدان المسلمين وبلدان العالمين أن يزودون بما رأوه هذا الصباح، فأنا لم أرى شيئا أبدا حتى هذه اللحظات، وجميع السماء ملبدة بالسحاب سواء كانت شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، وأتوقع هطول الأمطار هذا الصباح وهذا المساء. أودعكم على أمل اللقاء بكم في إشراقة 28 من شهر رمضان
علما بأنني أتوقع أن يكون بمثل هذا اليوم، والله أعلم وأحكم. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه والإعجاب. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.